زار طلبة من الجامعة الأمريكية في الإمارات مبنى مؤسسة دبي للإعلام، واطلع الطلبة خلال الزيارة على سير العمل في إذاعة دبي والأقسام الفنية كقسم المبدعين بالمؤسسة أليغرافيكس وقسم الإعلانات، إضافة إلى مشاهدات سريعة لاستديوهات المؤسسة خاصة البرامج اليومية مثل البث المباشر والملتقى مع استديوهات رياضية. دعني ألتمس هذه الفرصة لأقدم كل الشكر والتقدير لمؤسسة دبي للإعلام لأنها أتاحت لنا هذه الفرصة، هذه فرصة جميلة لي ولطلبتي الأعزاء. في البداية نقول أنه الهدف من الزيارة هو تفعيل الجوانب التطبيقية. كل العاملين في الشأن الأكاديمي والتربوي يعرفون جيدا ماذا يمكن أن تؤدي الجوانب التطبيقية وما يمكن أن ما هو تأثيرها، وفي نفس الوقت يعرفون أن هناك فجوة كبيرة اليوم حاصلة بين النظرية والتطبيق. لذلك تسعى الجامعة الأمريكية من خلال عقد مجموعة من النشاطات، مجموعة من الفعاليات المختلفة لهدم تلك الفجوة القائمة بين النظرية والتطبيق. تعرف جيدا أن طالب حينما ينتهي من العملية الدراسية بمعنى أنه اطلع على الجوانب النظرية يحتاج إلى التطبيق، هذا التطبيق اليوم في وهو يأخذه في الجامعة سوف يؤدي في المستقبل إلى أن يكون عنصرا فعالا، عنصرا له دور وتأثير في المجتمع، يختلف عن الطالب الذي يأخذ الجوانب النظرية فقط. وتوقف الطلبة عند القسم الحيوي الذي يعتمد على وسائل التواصل ما بين المشاهدين، البرامج الخاصة بشبكة قنوات دبي. مثل هذه الزيارات تخلينا نكون حابين أكثر في أن إحنا نتواجد في هذه الأماكن أو حتى أن ندخل في هذا المجال. أول شيء أنا جيت في الزيارة لحبة تعرف على المتابعين صراحة مؤسسة دبي للإعلام، بهرتني يعني الميديا اللي عندهم، البرامج من قناة دبي الإعلامية الأولى أو الرسمية نسميها سما دبي. سما دبي واجد يعني شبابية، ممكن هذا اللي خلاني أكريتف أو جذبي لها. شيء ثاني اللي خلاني أجي مؤسسة دبي للإعلام هي حب الاطلاع، حب الإعلام صراحة. جزء منعزل عن مكانة البث في مجال إذا في حد ثاني.